ينضم إلينا من تونس أستاذ لطفي بن صالح المحلل السياسي، ومن تونس أيضا ينضم إلينا أستاذ محمد الفراتي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد لطفي، يعني ما يحدث في تونس اليوم من احتجاجات، هل دفع بها اتحاد الشغل أم أنه بالفعل للوضع المتأزم ومطالب المتظاهرين؟ أهلا بكم مجددا. وفي حقيقة الأمر صحيح أن هناك إضرابات جهوية وقطاعية، أي تهم قطاعات حساسة ومهن ذات أهمية قصوى. صحيح أن اتحاد الشغل هو من يعني الذي يقف وراء الدعوة لهذه الإضرابات أو هذه الاحتجاجات، لكن هناك كذلك نقابات أخرى مستقلة قامت بإضرابات ولا تزال، مثل يعني مستقلة عن اتحاد الشغل، مثل نقابة وجمعية القضاة التي تسبب إضرابها مؤخرا في شلل شبه كلي لعمل المحاكم في تونس لمدة طالت أكثر حتى من شهر. لكن الأبرز في كل هذا المشهد، يعني مشهد الإضرابات والاحتجاجات، يتصل أو يتعلق باتحاد الشغل. أساسا اعتاد أو تعود اتحاد الشغل في مثل هذه الفترة من كل سنة في تاريخ تونس بين شهري ديسمبر والحالي يناير جانفي أن تكون هذه الفترة فيها زخم كبير من الإضرابات والاحتجاجات. زيدي على ذلك أن هناك عدة اتفاقات بين الحكومات السابقة وحتى الحالية لم تنفذ ولم تطبق. لذلك مثالا اليوم إضراب جهوي في ولاية قفصة بأكملها احتجاجا على عدم تجسيم الحكومات لعدة مطالب. إذن المسألة مطلبية متجددة، مطلبية اجتماعية، بل هي مطلبية لعشر سنوات، لعقد كامل لم تتحقق فيه بعد 2011، بعد اتفاق سنة 2011 لم يتحقق شيء من الشعارات والوعود الأساسية التي بنت عليها انتفاضة 2011 إلى اليوم. شغل، حرية، كرامة وطنية، وهو ما لم يتحقق بفعل لا استقرار حكومي وسياسي، بفعل فشل كل الحكومات في إزداء الخدمات أو إزداء المطالب الأساسية لسائر أو غالبية المواطنين والأجراء. لذلك هناك من الوجاهة بمكان عندما يدعو اتحاد شغل لمثل هذه الإضرابات في انتظار إضراب جهة في ولاية صفاقس، يعني ولاية كبرى، يوم 12 من هذا الشهر. زد على ذلك إضراب سيكون مهم قبل أواخر هذا الشهر في ولاية سليانة التي تضررت منذ أكثر من 8 سنوات وواجهتها حكومة حمد جبالي، حكومة حركة النهضة آنذاك بسلاح الرش، وتضرر فيها العديد من الأهالي ولاية سليانة وأصيبوا حتى بالعماء. إذن هناك من الوجهة كما قلنا بمكان كبير في دعوة اتحاد الشغل إلى مثل هذه الإضرابات. يبقى السؤال عما ستفعله حكومة هشام المشيشي التي تغارق الآن في متاهات ومشاكل أخرى وليس لها القدرة حتى على التصدي وحتى على تفادي مثل هذه الإضرابات في آخر لحظة مثل ما فعلت الحكومات السابقة. نشرك معنا أستاذ محمد الفوراتي. أستاذ محمد، هناك من يرى أن اتحاد الشغل التونسي يقود هذه الاحتجاجات والإضرابات لكي يشكل ورقة ضغط على الأحزاب السياسية للوصول إلى طاولة الحوار الوطني. ما رأيك في هذا الطرح؟ نعم، بداية وجب التأكيد على أنه حق الإضراب هو حق مكفول في الدستور التونسي وفي القوانين التونسية، ولديه ترتيبات معينة المفروض الالتزام بها، وهذا مضمون في الدولة التونسية. ولكن المشكلة تتجاوز الحق في الإضراب إلى وضع اقتصادي كارثي تعيشه البلاد، والحكومة تبدو عاجزة على تلبية كل المطالب التي تنطلق من الجهات المحرومة تنمويا منذ 60 سنة، وكذلك بعض القطاعات الفاعلة مثل قطاع القضاء وقطاع الأطباء إلى غير ذلك. في الحقيقة اتحاد الشغل يطرح مبادرة للحوار في جزئها الأهم هو الخروج من الأزمة الاقتصادية، والكثير يرى أن سلسلة الإضرابات التصعيدية الحالية جزء من فهمها هو الضغط من أجل قبول هذه المبادرة، مبادرة الحوار الوطني، والتي سيشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد. ولكن سؤالي الأهم هنا في خضم ما نعيشه، هل أن الحكومة التونسية قادرة على تلبية هذه المطالب في وضع اقتصادي يعني كارثي كما قلت،
وفي عجز بالميزانية، عجز كبير لتلبية المتطلبات الضرورية إضافة إلى المتطلبات التنموية الأخرى. مثلا ولاية قفصة، هل الحوار معروفة الوطني سيكون الحل فيما تشهده تونس من أزمات اليوم أستاذ محمد؟ طبعا أنا بشكل شخصي لا أعتقد أن الحوار يمكن أن يكون هو الحل السحري، ولكن قد يكون نقطة بداية لمعالجة الوضع الاقتصادي. هذا إذا شارك فيه الجميع أولا بدون إقصاء، والتزم به الجميع أو بنتائجه الجميع، وهذا من الصعب تحقيقه أمام الانقسام الحاصل أولا بين الرئاسة وبين رئاسة الجمهورية في قرطاج، وبين القصبة ثم باردو رئاسة مجلس النواب، ثم الانقسام الحاصل مع الأحزاب. فاتحاد الشغل لا يحبذ مشاركة مثلا ائتلاف الكرامة، وأطراف أخرى لا تحبذ مشاركة قلب تونس، والحزب الحر الدستوري أعلن مقاطعته لمثل هذا الحوار. فكيف يمكن أن نحقق نتائج مرجوة من حوار أجزاء مهمة من المجتمع التونسي وأحزاب ومنظمات ربما لا تشارك فيه؟ طيب سيد لطفي، كيف تجد هذا الحوار الوطني؟ يعني أي حوار وطني يجب أن يجمع كافة الأطياف والكل يشارك فيه، ولكن الرئيس يريد أن يستبعد كتلة قلب تونس، من جهة أخرى اتحاد الشغل يريد أن يستبعد ائتلاف الكرامة. كيف يمكن أن يكون هذا حوار وطني له نتائج إيجابية؟ اتحاد الشغل يقصي يعني قبل حتى بداية هذا الحوار، هو ما زال مفترضا لحد هذا الوقت يقصي ائتلاف الكرامة ورئيس الجمهورية ومن معه يقصون حزب قلب تونس. إذن ستصبح كل الشاكلة أو الفئات السياسية والمجتمعية التي ستشارك في هذا الحوار المفترض منقوصة. إذن هو حوار مبتور حتى قبل أن يبدأ. نزيد على ذلك إضافة لذلك، هذا الحوار يتطلب الكثير من الوقت، لذلك ليس هو الحل لمثل هذه الإضرابات والاحتجاجات التي ستكتمل وستتواصل. إذن هذا الحوار المفترض الذي لم يبدأ حتى بعد ولن ينتهي بالوقت القصير، كان على الحكومة أن الآن يعني مثل ومثل الحكومات السابقة هي تفشل إلى حد اليوم في إيجاد إصلاحات اقتصادية عاجلة، وهو مطلب من بين المطالب التي ستنظر فيها أو سينظر فيها هذا الحوار الوطني، لأن هذا الحوار الوطني يفترض أن يكون على مستويين مطلبين، مطلب اقتصادي يعني إصلاحات اقتصادية عاجلة، ومطلب سياسي لتنقيحات القانون الانتخابي وما إلى ذلك. كان من المفروض أن يتم التسريع بالجانب السياسي والحوار بشأنه رغم الانقسامات الحالية، لكن إذا كنا سنستغرب كل الوقت في إيجاد إصلاحات اقتصادية هي موجودة نظريا، يعني كيفية الخروج بتونس وإنقاذها من هذه الأزمة، فلماذا لا تكون هذه الحكومة هي التي تقود إصلاحاتها بنفسها ومنذ هذا اليوم؟ إذن هو حوار أعتقد أنه مفرغ من كل نتيجة إيجابية حتى قبل أن يبدأ، ولذلك ستتواصل أعتقد الاحتجاجات والإضرابات، بل ستتعكر الأمور أكثر وسط أزمة اقتصادية ليس مسؤول عنها اتحاد الشغل أو غيره، بل أن من يحكم هو المسؤول الوحيد عن إيجاد الحلول، وإلا فليرحل. هكذا هي الشعارات، يعني ما بعد سنوات الانتفاضات وثورات هكذا هي طبيعة الأمور سياسيا وحتى في كل الدول. إذن لنلخص ونقول في جملة، اتحاد الشغل ليس مسؤولا عن تخبط هذا الاقتصاد في أزمة كبيرة، وتقارير هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي تؤكد أن ليس الإضرابات والاحتجاجات هي التي أوجدت تونس في هذا المأزق الاقتصادي، بل عدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار الحكومات وفشلها أو الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل شافي، رغم أن كما قال الصديق محمد يعني اتحاد الشغل له الحق، هو مثله مثل كل النقابات في دوره الأساسي، القيام بدوره الأساسي وهو الإضرابات والاحتجاجات، وهو أمر مشروع يعني.
طيب سيد محمد، المواقف التي تبديها القوى المختلفة على الأرض الآن تجاه هذا الحوار الوطني يعني هي متضاربة، كيف يمكن الحديث عن حوار وطني شامل يريد اتحاد الشغل أن يصل إليه مع الأحزاب في ظل هذا الانقسام؟ يعني كيف يمكن التعويل على هذا الحوار أو حتى النتائج؟ أولا وجب التأكيد على أنه صحيح الانقسام السياسي هو سبب رئيسي في الأزمة التي تعيشها البلاد، ولكن أيضا كثرة الإضرابات تضر بالمجموعة الوطنية لأنها تكبدها خسائر بالمليارات، وهذه المليارات لا يمكن تعويضها وتزيد من غرق المديونية ومن غرق الدولة في المشاكل الاقتصادية. فضروري جدا أن يكون أحد بنود هذا الحوار الوطني هو نوع من الهدنة الاجتماعية بسنة أو بسنتين بدون إضرابات وبدون مطالب اجتماعية حتى تستعيد الدولة عافيتها ثم تحقق بعض المطالب المرفوعة من قبل الجهات. ثانيا، رغم ما يقال عن الحوار ورغم قناعتي الشخصية بأن هذا الحوار من الصعب أن يحقق أهدافه، ولكن الحوار ضروري في هذه اللحظة لأنه ليس لدينا حل، وفرقاء الوطن يجب أن يجلسوا إلى طاولة واحدة للبحث عن حلول توافقية وحلول مشتركة، وليتحمل الجميع مسؤوليته في هذه اللحظة التاريخية. الآن الكرة على ما أعتقد في يد رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية باعتبار رئيس كل التونسيين من المفروض أن يدعو لجنة أو يكون هيئة من شخصيات مستقلة تشرك جميع الأحزاب الرئيسية والمنظمات الاجتماعية والشبابية، وهذه اللجنة ستفرز نوع من الاقتراحات أو نوع من الحلول تقوم بصياغتها ثم عرضها على الجميع، وعلى الأقل نسبة كبيرة منها ستكون مقنعة، ومن هنا ننطلق في إصلاحات جذرية يكون حولها الاتفاق. بدون هذه الرؤية المجمعة لا يمكن لهذا الحوار أن يتم. إذا بدأنا بالشروط هذا يشارك وهذا لا يشارك وهذا يعني يمكن أن يقدم حلول وهذا لا يقدم، هذا الأمر سيؤبد عملية الانقسام السياسي والاجتماعي وسيؤبد الأزمة إلى أجل غير محدود. السيد لطفي، إذا فشل هذا الحوار من برأيك سيكون المسؤول عن هذا الفشل؟ ومن من جهة أخرى مسؤول عن ما يحدث في تونس اليوم من أزمة معيشية وتردي للأوضاع الاقتصادية وهذا الانقسام السياسي الذي يشق المشهد التونسي؟ باختصار يعني إذا فشل هذا الحوار المفترض الذي تبادر به اتحاد الشغل وكذلك قيس سعيد رئيس الجمهورية، إذا فشل فهو فشل في نهاية الأمر لكل الأطراف التي دعت له، بل وكذلك الأطراف المعنية بالمشاركة فيه، وبالتالي فالفشل سيكون وستتقاسمه مختلف الأطراف. لكن المسؤول في كل هذه الأزمة أو في حتى هذا الفشل أو حتى عن هذا الفشل المفترض هي الحكومة الحالية زيادة على الحكومات المتعاقبة. لماذا هنا سؤال وهو في ضمنين فيه إجابة، لماذا لا تبادر هي حكومة هشام المشيشي الآن اليوم بالمفاوضات والحوار المباشر على الأقل مع اتحاد الشغل وهياكله على مستوى الجهات وعلى مستوى القطاعات الحساسة؟ لماذا لا تسن منذ اليوم يعني اتفاقات جديدة وإصلاحات فورية وعاجلة وتتفادى كل إطالة يمكن أن يستغرقه هذا الحوار المفترض الذي كما قلنا يمكن أن لا ينجح بل يمكن أن لا ينجز أصلا؟ إذن هذه الحكومة وغيرها باتت عاجزة مثل ما كان في السابق عن إيجاد حلول فورية وعاجلة، بل أن هذه حكومة هشام المشيشي لا تبالي بمثل هذه الاحتجاجات ولا بالحال أنها لا تبالي حتى بهذا الحوار الوطني المفترض. يعني وتغرق هذه حكومة هشام المشيشي خلال هذه الأيام وكل الجميع يعلم في انقسامات وتصفية حسابات ومتاهات يعني المجتمع التونسي في غنى عنها في حقيقة الأمر. نعم، أستاذ لطفي بن صالح المحلل السياسي كنت معنا من تونس، وأستاذ محمد الفراتي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من تونس أيضا، شكرا جزيلا لكما.